حكيتي مع اخوي؟ حكيت يا منال. وشو اخبارهم؟ كيف الطقس عندهم وهيك؟ شوب يا منال، شو برنامجنا اليوم؟ وين بدنا نطلع؟ قاعدين بالبيت يا منال، القرود عندهم دراسة يا منال. بس قلت حرام كل هالترتيب يعني على الفاضي. يعني بس فؤاد لازم مو بيجامة، مش معقول يضل بهالمنظر بالبيت. لازم مو بيجامة. فؤاد بيلبسش بيجامات يا منال. ليش يا أم فؤاد؟ عمرك شفتي حمار بيلبس بيجامة؟ حمار؟ كيف يعني؟ ما هو انت لو خلفتي حمير زي يا منال كنت عرفتي ليش. ضلك تقطعي فيي وتجرحيني وتذكريني بهذا الموضوع قدام سعاد كمان. ضليتك ترفض عرسانة صرتي 40 سنة وقعدتي بأرابيزي. أم فؤاد بحبك أنا. أحكي لك إشي الصراحة، يعني أنا بقدر أتنازل شوي عن شروطي. لا، بدك تتنازل كثير بالوضع اللي انت فيه. أم فؤاد. نعم. أي عريس بيجي هلا ما رح أحكي لا. حياة الله. مقديمي. خلاص دواكي عندي وحياتك اللي لاقي لك عريس من بكرة الصبح. خلاص انسي موضوعها، هاي عمتك ملهاش نصيب تتجوز. خلاص ماما لو سمحتي بليز خلينا نلاقي دلالة جديدة لو سمحتي. ولك بس ولا هدول الدلالات تركيزهم على الصبايا الصغار، عمتك خنشرت ملهاش نصيب. طب اوكي، واذا هيك بدنا نلاقي حل تاني. ما هي لا بتشتغل ولا بتدرس، وكل الشباب اللي تقدموا لها زمان كله راح اتجوز. خلاص عمي هاي خلاص. ماما انا مش عم بعمل هيك عشانها، انا عم بعمل هيك عشاني. يو انت بدك تتجوزي؟ ماما بدي الاقي عريس عشانها عشان ارتاح وترتاحي. بدك تقنعيني انه انت مبسوطه بقعدتها هون؟ انا بالنسبه لي مبسوطه. حرام والله، الدور والباقي عليكم انتوا، مش عارفين تتعاملوا ولا تحتضنوا عمتكم. عندي فكره. شو؟ نلاقي لها عريس على الفيسبوك. كيف يعني على الفيسبوك؟ شوفي نعمل اد لاصحاب اصحابنا، بيطلع لنا على البيبل يو ماي نو اصحاب اصحاب اصحابنا، وهيك دائرتنا بتكبر. وهذا بيجي منه نتيجه؟ اكيد. طب شو بقعدك ولا ايه؟ قومي جيب اللابتوب والراوتر وصاروخ. والله لجوزك يا منال.